فعلا في القرآن الكريم ثلاث آيات عجيبة بثلاث آيات أخرى عجيبة. ثلاث آيات تقول أن الله سبحانه وتعالى خلق ثلاث أمور: السماوات والأرض وما بينهما. ثلاث آيات تقول خلق السماوات والأرض، لا يوجد ما بينهما. إذن في سورة الفرقان الآية 59: الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. في سورة السجدة الآية 4: خلق السماوات والأرض وما بينهما أيضا في ستة أيام. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام بسورة قاف 38. نلاحظ ثلاث آيات فيها وما بينهما، أي أنه تم خلق ثلاث أمور: السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، أي ستة مراحل وليس أيامنا الحالية المعروفة. لكن الشيء العجيب، يوجد ثلاث آيات أخرى: فقد خلق السماوات والأرض، لكن أيضا يحافظ على ستة أيام. فلماذا السماوات والأرض فقط في ستة أيام، والسماوات والأرض وما بينهما أيضا في ستة أيام؟ لم يقل في سبعة أو ثمانية أو يعطي أي زمن إضافي. ففي سورة الأعراف 54 يونس الآية 3 والحديد الآية 4: خلق السماوات والأرض في ستة أيام. فما هي هذه المادة التي ما بينهما والتي لم تأخذ أي وقت إضافي؟ إنها فعلا المادة السوداء. نصف قطر مجرتنا درب التبانة 50,000 سنة ضوئية فقط. يحيط بمجرتنا درب التبانة مادة سوداء نصف قطرة 5 ملايين سنة ضوئية. إذن من 50,000 إلى 5 ملايين. أذهل العلماء في وكالة ناسا، وربما يسمعوننا الآن، حينما يكون عندنا دوران حول المركز، فالأجسام القريبة من المركز تدور أسرع من الأجسام البعيدة عن المركز حسب قوة الشد والجاذبية. لكن ذهلوا حينما رأوا أن الأجسام، أن آخر كواكب ونجوم المجرة عندنا تسير بنفس السرعة الخطية للأماكن القريبة. قالوا هذا كلام غير معقول، إلا أن هنالك مادة تشد من الخارج. ثبت فعلا أنه يحيط بكل مجرة مادة سوداء، حتى أن المجرات تعمل بشكل عمل العنقود المجري. حينما نضع مادة الجيلي مثلا ونضع فيها حبات الفواكه، فمادة الجيلي هي التي تمسك بهذه الحبات من الفواكه داخل المادة. إذن هذه المادة السوداء فعلا هي التي تمسك الكون، وهي المسؤولة في النهاية عن الانسحاب الأعظم. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما بالتباعد الأعظم أو البيك بانج. هذه المادة السوداء سوف هي المسؤولة عن عملية الانسحاب الأعظم، كما ورد في سورة الأنبياء: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. إذن كل ما تحدثنا عنه الآن، العلم لم يتحدث عن هذه المادة السوداء واعتبر الليل هو اللا شيء، لكن نلاحظ أن القرآن الكريم كيف أولا لم يعطها أي زمن إضافي. لماذا؟ الأعمار لها حدود. مثلا عمر الإنسان يعني من الصفر مثلا إذا إنسان توفي حتى 100 سنة. النسور لها عمر أطول، الفية لها عمر أطول، الذباب لها أعمار. لكن المادة السوداء هذه تتكون من النيوترون والنيوترون المضاد، ومن كل شيء خلقنا زوجين. لكن فعلا هذه المادة تموت وتخلق لحظيا، يعني باللحظة التي يخلق فيها النيترون يأتي النيترون المضاد فيفنيه. لذلك القرآن كان حريصا أنه لم يعطي أي فترة زمنية إضافية حينما قال خلق السماوات والأرض وما بينهما. السماوات والأرض ستة أيام، السماوات والأرض وما بينهما، مع أنه ما بينهما هائل الضخامة مثل ما قلنا بين 50,000 سنة وخمس ملايين سنة ضوئية، مع ذلك ما أعطى ولا ثانية إضافية ولا يوم إضافي، فقال أيضا في ستة أيام وثلاث آيات بثلاث آيات. إذا نلاحظ روعة القرآن الكريم فيزيائيا كيف تحدث عن هذا الموضوع.